سلام الغزالات، سلام صحباتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف لقيتو؟ مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات جمعه مباركه، اليوم راه الجمعه وما بديت معكم حتى شي حاجه من الصباح، دابا راه العشيه وغدا الحمديه البنات واحد الافتتاح. المهم قلت نشارك عاوتاني مع البنات كما تعودتوا عليا، اي حاجه كنشاركها معكم. المهم البنات والدراري شكرا لكم على الميساجات ديالكم والدعوات ديالكم لبنتي تسنيم، شكرا لكم بزاف بزاف والله العظيم. والحمد لله راه ولات لاباس شويه دابا، الحمد لله مابقاش كيما الاول، وكنحمد الله ونشكره. المهم الكبيدات حتى نوصل ان شاء الله ونكمل معكم لا فيديو ديالي. يلاه ما تمشيو فين وكملوا لا فيديو حتى نوصل. البنات المهم هي ساره، حتى هي جات لمكناس، شرفات المدينه ديالنا ديال مكناس. المهم البنات شوفوا ما شاء الله شحال ديال الناس، بنات دراري عيالات كلشي باغي يتصور معاها، يعني جمعات كاع الحب ديال الاعمار. صراحه هي انسانه اللي ظريفه وانسانه اللي زوينه تبارك الله عليها، والناس كلهم كيبغيوها صغار وكبار. المهم الغزالات الاجواء زوينه الصراحه، ومازال ما ضبطتش الطويله مزيان هنايا باش نشوف البيجامات وداك الشيء. راه ضروري ان شاء الله غادي ندير لكم شي فيديو باش تشوفوا معايا هذا المحل، هذا البيجامات اللي
مخليين داكشي بزاف صراحه، ولكن مازال ما درتش دويره كامله، وضروري غندير لكم حتى ما يكونش بحال هكا عامر، حيت راكم عارفين اليوم الافتتاح داكشي، وديك الساعه غادي ندير لكم واحد لا فيديو هنايا ان شاء الله، واحد دويره ان شاء الله. يا السلام عليكم عشاق ولي فان ديال اكرام بيل شانيل، راه غادي تكون قريبة ضيفه عندي في البرنامج. الدهب الدهب ما خص والو، ابوني وديك اللعيبات ما تبقاش تقولوا شحال كتصور، دي دفعوها وخليها تصور ان شاء الله تكون السبب. البنات هنايا بدر سلطان كان كيغني، ولكن ما يمكن لياش نحطو حيت في حقوق طبع النشر، راكم عارفين البنات الا حطيت لا فيديو غادي يعطوني كوبي رايت، وقلت من الاحسن انني ما نحطوش، غادي نتعذب في المونتاج في داكشي، وفي الاخر غادي يرفضوه ليا، داكشي علاش فضلت انني غير نهضر فيه. Bak bak bak. Bak bak bak.